نتابع الآن هذا المقطع عن جسر النجيرة الواقع في قضاء القرنة ناحية الثغر في محافظة البصرة، حيث تم نشر مناشدة لمنع غرق الجسر ومناشدة الحكومة المحلية بالتدخل بسرعة لمنع قطع الجسر، لكن الحل كان غريبا، حيث قامت البلدية بغلق الجسر بكومة رمال وتركته مقطوعا أمام المارة والحالات الطارئة. فنشاهد. وهذا الجسر سووا لهم فجاء الزود والجسر خمس جاء مجلس البلدي ذبح الترابات، ولحد الآن لا حد مار عليهم، لا حد مشد عليهم، لا حد قال لهم ايش سويت وما سويت. يعني خطيه هاي الأطفال، النساء شلون عبورين، المريض شلون عبوره، يعني ليش ايش هذا اللي يضحي بشهداء يضحي بروحه لأجل الوطن؟ الله شاهد وأنا مسؤول عن كلامي. هسه لو هذا الجسر وبكت انتخابات، وبكت الانتخابات جاء ما ظل هيك على حاله، جاء من الباكر كملوا الجسر عمود ينتخبون المرش.